السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من فوت صلاة؟ هل يجب عليه القضاء؟ وهل القضاء بيبقى في أي وقت؟ واللي ترك صلاة سنوات وبدأ يصلي، ماذا يفعل في اللي فاتته؟ ومين الفئات اللي هي ليس عليها قضاء ما فاتها؟ أحبتي في الله، كلنا يعلم أن الصلاة هي الركن الثاني في الإسلام، وأن أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة هي الصلاة. فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، من ترك صلاة عليه أن يسارع ليؤديها ولا يتراخى حتى لا يحرم من ثوابها. لن نقول أن هناك عذاب وأن هناك عقاب وأن هناك نار، ولكن نقول أن هناك ثواب وهناك جنة وهناك لقاء مع الأحباب. فإذا أردت أن تكلم الله فعليك أن تدخل في الصلاة، وفي الصلاة بكل حرف من القرآن حسنة، وفي كل سجدة ترفعك درجة. أما حكم من نام عن صلاة حتى خرجت عن وقتها أو نسيها، فدول قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها أو يستيقظ. يعني تقوم من النوم تصليها على طول، أو وقت ما تذكرها تصليها. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أما المسلمين اللي بيقعد سنين نسين الصلاة أو متعمدين حتى إنهم ما يصلوش، فدول برضو عليهم إن هم يصلوا. ولكن الرأي الأول الذي جاء به الجمهور أن هو كل فرد يصلي معه فرد، وهذا أمر شاق. لذلك نأخذ بالرأي الآخر فأنه يستغفر ويتوب، والتوبة تجب ما قبلها. أحبتي في الله، أما الثلاثة الذين رفع عنهم القلم فلا يسألون عما فاتهم من الصلوات، فهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رفع عنهم القلم: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. هؤلاء الثلاث ما فاتهم ليس عليهم قضاؤه. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.